أحبائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد ومعلومة جديدة. هنتكلم النهاردة إزاي ننشئ اجتماع على تيمز. ببساطة هنتحرك وندور على تيمز، أي برنامج تيمز طبعا موجود عندنا على الجهاز بتاعنا، ممكن ندور عليه من فوق أسهل. التطبيق اللي قدامنا هنفتح التطبيق بالشكل حضراتكم شايفينه. طبعا احنا هنستخدم الموبايل في انشاء المناسبة. زي ما حضراتكم شايفين بيظهر قدامي الشكل اللي احنا شايفينه ده، بيظهر قدامي تحت كلمة النشاط، الدردشة، الفرق، الواجبات. هندخل على التقويم، هضغط على كلمة التقويم بالشكل ده، هيبدأ يظهر قدامي التقويم بتاعنا. بيديني التواريخ من أول النهاردة لغاية كل التواريخ اللي جاية. طبعا دي الإعدادات بتاعتنا، لكن احنا هنضغط بس على التواريخ. هتنشئ المناسبة يوم ايه؟ زي ما حضرتك مثلا هننشئ المناسبة يوم 15 سبتمبر. ببدأ اضغط على العلامة اللي جنبي، شايفين العلامة الزرقاء دي، بضغط عليها. بيديني حدث جديد عنوانه ايه، هقول مثلا اساسيات ودمود. هضيف مشتركين، نضيف ولو مشترك واحد، يعني مثلا ولو ايميل بديل عند حضرتك عشان نتأكد ان انا عندي مشتركين، وليكن مثلا ايميل بتاعنا. طبعا على اي مؤسسة، طبعا ممكن اختار من الاقتراحات اللي عندي واقول له تمام. بقترحه كضيف وبقول له انا كده دخلت مشترك معي. مشاركة الإلكترونية، هيسألني بقى حضرتك هتعمله ايه والساعة كام، هيكون عندك طول اليوم ولا حضرتك هتغير الاختيارات. انا كده لو حضرتك هتختاره طول اليوم هنشط العلامة دي بس بالشكل ده. طيب انا عايزه في ساعة محددة، كل مطلوب مني ان انا اضغط على علامة التوقيت بالشكل ده، هيبدأ يختار لي اليوم. حضرتك عايز يوم ايه؟ انا عايز يوم 14 او عايز يوم 15. تمام، انا قلت له كده انا موافق، يبقى انا كده اخترت اليوم اللي انا هشتغل عليه. انا كده حددت اليوم وابدأ اضغط على الساعة، وعطيني الميعاد دلوقتي. هضغط على الساعة، هيبدأ يديني هيبدأ الساعة كام. ابدأ احرك المؤشر، او اضغط زي ما احنا شفنا واحدد الوقت بالشكل ده. هيكون الساعة مساء، الساعة 2 مثلا. او الساعة 7. الساعة 7:30 مساء. انا كده خلاص اخترت. تمام، هبدأ ارجع تاني. هيقول لي الساعة كام، هو حدد لي الساعة 8. هضغط تاني على الساعة وابدأ اختار زي ما حضرتنا شايفين الجزء الركنة دي، هضغط عليها وهبدأ اقول لحضرته عندك لتمانية ونص. يبقى انا كده حددت الميعاد بتاعي من 7:30 لتمانية ونص زي ما حضرتك شايف، وبقول له اوكي. هتشاركوا على القناة؟ لأ، انا كده خلاص اديت الميعاد من 15 سبتمبر من 7:30 لتمانية ونص مساء. الموقع بيسألني هنا التكرار، وحضرتك هتكرر الحدث ولا لأ؟ مطلقا انا مش هكرره، كل يوم كل يوم عمل
كل اسبوع كل شهر انا مش هكرره. لو حضرتك هتكرره هتقولي بقى. لو انت عندك تدريب لمدة يومين ثلاثة يبقى حضرتك بتختاره بالوقت اللي انت عايزه، انا مش هكرره بشكل حضرتنا شايفينه. عايز يظهر للكل ايه حضرتك؟ ده اللي بيظهر قدام المشتركين. مشغول، حر، مبدئي، خارج المكتب، زي ما حضرتك بتختار. في النهاية بيقول لي اوصف لي الحدث. هو كاتب لي هنا هذا الاجتماع مايكروسوفت تيم عبر الانترنت يمكن الجميع الانضمام اليه. هقول له والله تدريب حضرتك انت عايزه بقى، تدريب الطلاب على استخدام منصة دومودو، وانا كده اكون الحدث زي ما احنا شايفين. اساسيات دومودو، اضافة مشتركين، مشاركة على القناة هتبقى موجودة طول اليوم. كده خلاص الحدث خلص. بقول له تمام. بيبدأ يظهر قدامي زي ما حضراتكم شايفين كده على التقويم بالشكل ده. مجرد ما بيظهر قدامي حضرتك لو هتبدأ على طول هتضغط على كلمة انضمام. عايز أشارك الرابط، بضغط على كلمة أساسيات أودومودو على العنوان. بيديني أساسيات أودومودو يوم الثلاثة 15 سبتمبر من الساعة 7:30 ل 8:30 لانضمام أو تحرير. لو حضرتك عايز تعمل تعديل هتبدأ تدخل تاني على تحرير. لو انت عايز تعدل اي حاجة موجودة في الحدث تعال نرجع تاني. طيب انا هنضم، وبيقول لي حضرتك المنضم وده الضيف اللي مش اللي هيكون موجود معاك او الغاء الحدث. طيب ازاي هنشارك ده؟ كاتب لي هنا التفاصيل، تدريب الطلاب على استخدام المنصة. ولو انت عايز تعرف التفاصيل تعالوا كده بس نعمل مشاركة دعوة لاجتماع. مجرد ما اضغط عليها هيقول لي هتشاركها لمين. حضرتك بقى بتختار انت هتشاركها لمين. مثلا هشاركها على الواتس بالشكل ده. ببدأ أختار الواتس وأبدأ أبعته مثلا للأكاديمية بالشكل ده وأبعت له الرابط. فبيظهر قدامهم الرابط بالشكل حضراتكم شايفينه. كل المطلوب من الحضور إنه مجرد ما يضغط على الرابط يبدأ يدخله. حضرتك مجرد ما بتضغط عليه بتعمل انضمام للحدث. وبكده نكون عرفنا ننضم الحدث الموجود او للتدريب وكمان ازاي ننشئه. اشكركم احبائي، نلتقي في معلومة جديدة. ودكتورة سحر زغلول تحياتي.